ازيكم شباب، عاملين ايه؟ بصوا بقى، ده بنطلون ليفايس عندي من سنة 2012 او 13 تقريبا. ده 36 و36، هو 501، 36 ويست و36 طول. حاجة بقى من ايام الزمن اللي انا كنت فيه. ايه، حاجة تانية خالص زي ما قلت لكم. انا كنت عامل قبل كده في تعديل اصلا قبل كده، كنت مقصره شوية طبعا، لان هو الطول 36 ده هو كانت مشكلتي ساعتها، ان انا عايز المقاس 36 بالنسبة للوست. الليفايس عنده الوست والطول. انا كان عاجبني البنطلون بس ما كانش عندي اللي هو الطول اللي بقى 32 مع 36، دي ميزة ليفايس بس ما كانش موجود ساعتها. فعجبني البنطلون فجبته طوله 36 وظبطته يعني، بس هعمله تعديل تاني، هاخده معايا هوديه للترزي واوريكم هنعمل فيه ايه بعد ما يخلص كالعادة. يا شباب بصوا، ده البنطلون بعد ما خلص. طبعا هو البنطلون كان 36 وسط، فطبعا مقاساه يعني عشان يتضيق ويبقى شكله بنطلون، ده كان موضوع صعب جدا. وانا قصدت ان انا عشان اسهل على الترزي الموضوع ان البنطلون يطلع شكله حلو، ان انا اديته مقاسات خليته يعمله ريلاكسد اكتر، يعني ريلاكسد شويه زي ما انتم شايفين كده، مش عايزه سليم طبعا. انا اغلب البنطلونات الجينز عندي الباقيه كلها تقريبا سليم، فده يبقى حاجه مختلفه شويه انها كاجوال شويه ريلاكسد فيت كده، فيبقى في اللذيذ قوي في الصيف مع السنيكرز والتيشيرتات والحاجات دي، هيبقى لذيذ شويه في الحر يعني. ايه رايكم؟